نحن نرفض كقيادة وشعب في إثيوبيا أن يتم استغلال المواطنين الإثيوبيين لأي طرف ولأي صراع خارجي. نتعهد بأننا لن نترك مواطنينا أبدا، وسنتابع وسنقوم بالتحقيق ونتخذ ما يلزم لأجل إنصاف مواطنينا، كما أن بلادنا مع السلطات العليا في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تربطنا بها علاقات جيدة فتحوا تحقيقا للوقوف على الحادثة وإجراء التحقيق مع كافة المعنيين. هناك نفي من الإخوة في المملكة العربية السعودية. نحن نرفض هذه المشاهد، نرفض هذا الإجرام الواقع بحق الإثيوبيين، لكن في نفس الوقت نرفض أن يتم استغلال هذا الأمر لتصفية الحسابات مع السعودية. إذا ما ركزنا على الأسباب الحقيقية لتدفق المهاجرين الذين يحاولون الحصول على ملاذات آمنة من قبل بعض الجماعات المسلحة والتي تدفعهم إلى المخاطر، إذ يقوموا بكثير من الجرائم التي أثبتت واطلعنا عليها، مثل هذه الجرائم التي تتعلق بمخالفة القوانين في المملكة العربية السعودية. نرفض هذا الاستغلال لمواطنينا أيا كان نوع هذا الاستغلال. هناك أزمات متلاحقة لماذا أغمضنا عنها الأبصار، مثل هذه الأزمة في بيروت التي تتعلق بالمواطنين الإثيوبيين أو الإثيوبيات الذين تعرضوا لحالات هائلة من التعذيب وكذلك من كثير من المعاملة السيئة. سيدي النائب، ولكن في جعبتنا الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام. نحن وثقنا صور الضحايا لكننا لم نوثق صور المعتدين، وإذا ما أردنا أن نتحدث بالواقع فليست منظمة هيومن رايتس تلك الجهة التي نعتبر كلامها أو تقاريرها وحيا يؤخذ به ويطبق على كافة الدول، لكننا نقول أننا لسنا سذجا يحاول البعض استغفالنا بأن يقول لنا أن هؤلاء هم الذين قاموا بالاعتداء على مواطنيكم.